أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة ومزاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا. اخترنا لكم اليوم السيد خلدون، صاحب ومؤسس شركة وينرز للتجارة. أستاذ خلدون نورتنا ونورتنا. أهلا وسهلا فيك، أنت نورتونا. ميت أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. تمام، الله يبارك فيكم. أنا اسمي خلدون المصري، موجود بالإمارات من سنة 2004، يعني عمر ما شاء الله يعني وقت طويل. الله يبارك فيك. هلأ أنا كيف بدك تقول، يعني أنا أجيت لدولة الإمارات وكنت أقصدها لأنه هي دولة متميزة بمجال التجارة، وكان فيها بيئة وما زال الحمد لله فيها بيئة حلوة للتجارة، وأنا اختصاصي التجارة، فقررت أجي للإمارات وبلشت فيها من سنة 2004. ما بلشت دغري كتأسيس هاي الشركة، إنما بلشت بأعمال التجارة وأعمال البيع. كنا نشتغل بقطع الحواسيب والحمد لله بعد منا، يعني طبعا هالبلد معطاؤه فيها خيرات أكيد طبعا. الحمد لله يعني شوي شوي كبرنا بهاي البلد وهذا فضل ما شاء الله عليكم. خبرونا أكثر وخبرنا أكثر أستاذ خلدون عن الخدمات المنتجات اللي بتقدمها في دولة الإمارات. تمام، هلا نحن عندنا شركة وينرز للتجارة العامة. هلا هي شركة متخصصة بمجال بيع المنتجات البراندات العالمية والمعروفة من بلدان أمريكا، كندا، أوروبا، ومنجيبها لهون الإمارات ونبيعها بأسعار كتير منافسة جدا. تمام طبعا، هي الهدف الكونسبت من شركه وينرز. ما شاء الله عليكم. طبعا في ظل المنافسه الشديده في سوق دوله الامارات العربيه، خصيصا في او نحكي في عامه في جميع المجالات الموجوده عندنا في دوله الامارات، لازم يكون عندك شيء مميز تختلف فيه عن باقي المنافسين. شو المتميز عندكم في وينرز عن باقي المنافسين؟ تمام، هلا نحن متميز بكذا شغله. اول شيء يعني مجال أنواع البضائع كتير كبيرة. يعني في عنا أنواع بضائع كتير متميزة، يعني مثلاً عم نحكي كألبسة، كأحذية، كأدوات أطفال، ألعاب أطفال، كأدوات مطبخ، تشكيل كتير كبيرة من البضائع. الشغلة الثانية هي بضائع ماركات وذات جودة عالية، يعني ماركات عالمية وجودة عالية، وطبعا بالإضافة للسعر المنافس اللي عم يجذب كتير من المنافسين، عفوا من الزبائن. من الزبائن عم يجذب كتير من الزبائن لا يجوا يشتروا من عنه. وهو فعليا حتى بجذب كثير من المنافسين حتى يشوفوا شو الأسعار الموجودة ويقدروا ينافسوكم في السوق. حابين أيضا نتعرف عن الرؤية والهدف اللي رسمينه في السنين اللي جاي إن شاء الله. هلأ نحن بإذن الله إن شاء الله نحن بلشنا هون كشوروم، والرؤية إنه نتوسع بالإمارات كلها وليس فقط دبي، لأن حاليا موجودين في دبي. عندنا كمان فكرة تانية إنه نحن كان عم بحكي كشركة وينرز وليس كشخص فردي، نحاول نوصل الفكرة هاي أو نتوسع في البلاد والبلدان المجاورة اللي تعتمد على الإمارات في تجارتها، مثل بعض الدول الأفريقية وهون بعض الدول العربية. الفكرة الثالثة كمان إنه نحن ندخل أو بلشنا نحن دخلنا بمجال الأونلاين والبيع عن طريق الأونلاين بقوة، إن شاء الله هذا الخطة مستقبلية أن نتوسع بهذا المجال. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتميز، وإن شاء الله تحققوا الحلم والرؤية اللي راسمينها في شركة وينرز. طبعا نحن موجودين هون في دولة الإمارات، دولة الأمن والأمان. كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقطاب مستثمرين من خارج دولة الإمارات، سواء من الخارج أو من داخل أيضا الدولة؟ هلا نحكي بصراحة، الأمن والأمان عامل رقم واحد وأساسي في أي بزنس بده يقوم. يعني إذا ما في أمن وأمان ما فيك لا تعمل بزنس ولا تتطور. هي اللي بتميز بفضل رب العالمين دولة الإمارات عن غيرها من الدول. في عندك كمان ميزات ثانية تتميز فيها دول الإمارات، مثلا سهولة الشحن من وإلى، من المصدر وإلى الزبائن.
تتميز بنظام البنكي المتطور جدا، بيساعد كتير انك تعمل بزنس. صحيح. في شغلات متميز فيها، بتوفر العمالة الماهرة الموجودة في بكسرة في هذا البلد. طبعا ما بدنا نغفل انه البنية التحتية من الشوارع، الطرقات، موانئ، كله هذا موجود. والإضافة إلى أن رقم واحد هو الأمن والأمان، وفضل رب العالمين تتمتع فيها دولة الإمارات. هذا يعني هذا الأساس بأي بزنس. طبعا هذا إندل دل على جهود ومجهودات جبارة من شيوخ وحكام دولة الإمارات. أيضا نحب نوجه لهم رسالة شكر من برنامج رواد الأعمال ومن أيضا شركة وينرز. حابين ناخذ منك كلمة لجميع شيوخ وحكام دولة أكيد الإمارات. أكيد إن شاء الله. هلأ يعني هن في عندك مقولة بيقول النوم انك توصل القمة، ممكن توصل القمة بس الحفاظ على القمة هذا هو الصعوبة. صحيح. وفضل من رب العالمين حكام الامارات يعني وصلوا للقمة وما زالوا محافظين على المراتب الاولى عالميا. طبعا في نهاية الحلقة حابين نشكرك على وجودك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. الشرف طبعا. أهلا وسهلا. ونورت برنامج رواد الأعمال، ما شاء الله عنك طلة بهية وابتسامة جميلة صراحة. الله يبارك فيك. في نهاية الحلقة حابين كمان ناخذ كيفية الوصول والتواصل لشركة وينرز. هلا نحن موجودين في دبي بالشوروم، نحن الأساسية موجودين في دبي عند محطة المترو ديرا سيتي سنتر، محطة باب بوابة رقم 3. أول ما بيطلع تقريبا نحن راب عليه. الشغلة الثانية، نحن موجودين هلا على الأونلاين، الويب سايت تبعنا winnersoutlet.com. طبعا جميع أرقام التواصل حتى الموقع الإلكتروني سوف يضاف أسفل الشاشة لسهولة الوصول لشركة وينرز. تمام. شكرك مرة أخرى على وجودك معنا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز والمميز جدا الأستاذ خلدون. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. أهلا وسهلا.